السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما اتكلم في التشكيلة واخطاء احمد حسام ميدو والطريقة اللي لعبنا بيها وازاي عبد الرحمن مجدي كان بيلعب في خط النص واداء يعني احمد مدبولي اللي غير مقنع، هو لجنة الحكام عايزة ايه من النادي الاسماعيلي؟ اتحاد الكرة عايز ايه من النادي الاسماعيلي؟ لجنة المسابقات المنظمة للمسابقات عايزة ايه من النادي الاسماعيلي؟ لما النهاردة في كورة الفار بيحسبها اوفسايد ولا الحكم بيحسبها اوفسايد، طيب الفار فين؟ اقنعني، عيدها لي مرة واثنين وثلاثة، اديني الاثباتات ان هي اوفسايد. الهدف بتاع محمد شبراوي فيه ايه؟ اقنعني يا عم، انا شايفها مش اوفسايد. تاني حاجة، ضرب الجزاء في الدقيقة 86 فاول بيلعبه صالح جمعة وبتلمس ايد اللاعب بتاع البنك الاهلي وما بتتحسبش حاجة، والفار بيطنش وما بيتكلمش فيها في اي حاجة خالص. ضرب الجزاء صحيحة للنادي الاسماعيلي في الدقيقة 86 تقريبا، الحكم ما بيحسبهاش، الفار ما بيرجعهاش، لمسة يد في منطقة الجزاء. يا عم عيدها واقنعني ان هي مش ضربة جزاء، اقنعني، لكن احنا شايفينها وانت مش شايفها، ازاي ده؟ تاني حاجة، الكورة والتدخل العنيف اللي حصل على احمد مدبولي ده ما اتحسبش فيها فاول، تدخل عنيف على احمد مدبولي يستحق الطرد، لا فاول ولا انذار ولا اي حاجه، وبتتلعب رمي التماس، يعني بتتحسب جميله لنادي البنك الاهلي عشان طلع الكرة عشان احمد مدبولي واقع اللي هم كاسرينه، تدخلات عنيفه الحكم ما بيحسبش فيها اي حاجه، وكور انا بكلمك على كور بارزه يعني باينه جدا ازاي ما تتحسبش. تاني حاجه، تعالى بص بقى في التشكيله، يعني معرفش احمد حسام ميدو بيتفزلك شويه، في حاجه في دماغه عاوز يعملها، في تفكير، يعني حتى في التغييرات لما نزلت باسم مرسي انا قلت الدنيا خلاص، باسم مرسي اصلا مشطب، احنا معترفين ان باسم مرسي مشطب، قلنا يا رب ما يبدا، طب ما يا رب ما يلعب خالص. وبعدين انت منزل في الدقيقه مش عارف 75 ولا 76 صالح جمعه، عبال ما ياخد على اللعب ولا يعمل جمله ولا يعمل لعبه هيعملها امتى؟ وبتلعب لي عبد الرحمن مجدي في خط النص، فين ليه عبد الرحمن مجدي بيلعب خط النص ازاي يا عم؟ عبد الرحمن مجدي يا اما باك وينج شمال يا وينج يمين، جناح، انا اعرفه ان جناح عبد الرحمن مجدي، لكن تلعبه خط النص دي غريبه عليا شويه. وبعدين احمد مدبولي، يا احمد مدبولي عاوز تمشي فيه يا عم؟ مش عارف تعمل ده، في كوره كنا ممكن نروح بيها مرتده انت اللي موتها، وفي كوره في اخر الماتش في الدقيقه حاجه و90 في الوقت بدل الضايع تشوطها تخلص الدنيا كلها، مش عارف تشوط الكوره، عمال بتتلكع فيها، ايه في ايه في حاجه غلط. والكور العالية يا عم أحمد حسام ميدو إحنا زهقنا من جريده ومن الكور العالية، أنت عاوز تسقط الكورة من ورا المدافعين اتحفظت وكل كورة ياخدها أبو جبل، طب هنعمل إيه تاني؟ مفيش شكل متغير للهجمة بنلعب عليه، في كورة بنلعبها يعني كوكو النهاردة بسم الله ما شاء الله، محمد كوكو النهاردة طلع كام كورة، كام كورة يستحق الإشادة بيه، يعني بسم الله ما شاء الله يا رب، بس ثبات المستوى بقى مع حراسة المرمى النادي الإسماعيلي. السنة اللي فاتت كنا بنشوف محمد فوزي في القمة وفي الآخر بيغلط ويعمل أخطاء بتكلفنا كتير جدا، فيا رب محمد كوكو نشوفه عنده ثبات. خط الدفاع فيه مساحات فاضية، في مساحات فاضية لو استغلها النهاردة يعني البنك الأهلي كانت ممكن تودينا في أبو نكلة. عصام صبحي أنا بحييه، يعني عصام صبحي عمالين نقول عصام صبحي ويمشي ويمشي، النهاردة عمل مباراة جميلة جدا، عصام صبحي سد مكان ما شفتش أخطاء منه، عصام صبحي كان كويس قوي النهارده، لكن خط النص اللي لعب بيه احمد حسام ميدو النهارده انا مش مقتنع بيه، مش مقتنع. هو فراس شواطه يا جماعه مصاب، احنا محتاجين يعني نشوف شكل وجمل هجوميه، مفيش شكل ومفيش جمل، في اداء ان احنا طفش وصل الكوره اللي هي مثلا ايه العب ورص اللعيبه، اللي انا مش عاوز اشوفه في النادي الاسماعيلي، انا عايز اشوف جمله بتقول لي ان الفريق هيحط جول، الفريق هيحط جول، في حماس كمان عند اللعيبه عايز اشوفه، عايز اشوف الاداء الحماسي، عايز اشوف روح الفالنه، روح الدراويش، روح الاسماعيلي مش موجوده حتى الان، مش شايفها. يمكن عماد حمدي يستحق رجل المباراه، بيلعب باستماته هو يستحق رجل المباراه وعمل مباراه جميله جدا، وان كنت انا برشح محمد كوكو للكام كوره اللي طلعهم كورتين ثلاثه كان ممكن يبقوا اهداف ويكلفوا النادي الاسماعيلي خساره المباراه ويشيل المباراه، وانا من وجهه نظري ان كوكو هو رجل المباراه، ده وجهه نظري.
وباختصار احنا عايزين الروح الاسماعيلاويه تبقى في ارض الملعب عشان الفرحه ترجع للنادي الاسماعيلي. هنتكلم في التفاصيل تاني والاخطاء تاني في فيديو تاني ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.